يا ربي يا الله يا وتر أحد يا حي يا قيوم يا فرد سمد يا ذا الأولى والجود واللطائف والمنه الجسام والعوارف بالذات والصفات والأسماء والرتب السامية العلياء وبالتنزلات والدوائر بالحضرات ثم بالمظاهر وبالمعاني الرائقات والصور وبحقائق شعونك الأخر بجاه طه حبك الكريم نبينا ذي الخلق العظيم بمن وصفته بوصفك الذي قد حار فيه عقل كل جحبذي بالبيت والمقام والحتيم بسر آي ذكرك الحكيم أطل بقاء شيخنا الخليفة وكن نسيره وكن حليفة والتشفيه من جملة الأدواء يا قاشف القروب والأواء ولتزحبنا عنه السقام والمرض وما من لمن ألم أو عرض يا حي فلتتلنا بقاء ولتدمن في العلا ارتقاء أسبل عليه سترك الجميل واقبغ عليه نالك الجزيل ولتؤته يا رب حتى يرضى ولتقبلن نفله والفرض وانصره وانتصر له أئنه وقوه وعافه وسنه وافتح له يا بر ما قد أغلق أجل له الفتح المبين المطلق وحبله سلامة وعافية ونعما كافية ووافية دوما بعين القرب فلتلهذه ولتكفه الشرور ومن يهبني ومن يراني في جنة خلد بلا بختاني إذا أنني قليبة التجاني موهبة من سيد الأدنان من شق في ذا أي فأرى وأسمع من أي سلم يرى الفتى ويسمع أيا ابن عبد الله يا ملجأ الورى ويا ابن الكرام يا كريم مكرم ويا wallahi jama'a su dinga girmama annabi duk abin da ya shafi annabi a girmama mashi kowa ya faɗi magana za ta raba ka da annabi ka raba da maganar mutum ka kama annabi kamkam duk abin da Allah ya ba mutane ba abin da ya ba su fiye da abin da ya baiwa masoyan annabi idan mutane sun fi ka ilimi kai kokari ka fi son annabi in mutane sun fi ka kuɗi kai kokari ka fi son annabi in mutane sun fi ka mulki kai kokari ka fi son annabi in mutane